اجتياحات الميليشيا في ثلاثاء عيدا يخص الشرعية والرياض، ورأى اليمنيون في فرض الأربعاء عيدا مكسور الفرحة، عيدا لا يخصهم، عيدا منقسم، فمن يسرق أفراح اليمنيين؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. رؤيتان قهرتا فكرة العيد في اليمن، لا يتمنى الناس تكرار هذه التجربة، خصوصا بعد مرور شهر رمضان المبارك الذي مر ثقيلا على اليمنيين جميعا في ظل الحرب، لكنه كان أشد ثقلا في تلك المناطق التي لا زالت تحت سلطة الميليشيا الحوثية بفعل استمرار انقطاع المرتبات وافتعال الأزمات في كافة المتطلبات الأساسية، خاصة المشتقات النفطية، وكذا نهى مؤالة الجبايات التي أحالت الشهر الفضيل لموسم استنزاف لملايين الجوع في تلك المناطق. فكيف قضى اليمنيون عيدهم؟ مظاهر العيد وطقوسها هل لا تزال حاضرة في حياة اليمنيين؟ وما تأثير انقسام العيد بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الانقلابيين؟ كيف يمكن تقبل فكرة أن العيد يومان لدى شعب واحد؟ ما هي مخاطر استمرار سيطرة الميليشيا بسلطة القهر على اليمنيين؟ هل يؤسس الحوثيون لما هو أبعد من ذلك؟ وجاء العيد على بلد جريح ككل أعياد الحروب، أعياد جرحت فرحتها الحاجة وضيق ذات اليد وانعدام الطمأنينة، هذا إن كانت قد نجت أصلاً من غياب الأحبة الذين توزعهم الفقد بين قتيل وشريد ومختطف ومريض، لكن أن لمأساة اليمني أن تتوقف هنا. ففي المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية لم تترك هذه الأخيرة مناسبة إنسانية أو دينية دون أن تحيلها إلى غصة تملأ القلوب قهراً. في اللحظة التي كان اليمنيون يرقبون مع بقية المسلمين في شتى بقاع الأرض هلال عيد الفطر المبارك، وبعد أن أعلنت الحكومة الشرعية ومعظم الأقطار العربية المجاورة لليمن يوم الثلاثاء كأول أيام هذا العيد، فاجأت الميليشيا المواطنين القابعين تحت سلطة قهرها بمخالفة الجميع لتعلن أن الأربعاء هو أول أيام هذا العيد الجريح. انقسمت البلاد لأول مرة في تاريخها في العيد تبعاً للانقسام السياسي الذي فرضه الانقلاب. انقسم الحال مدينة بمدينة وقرية بقرية وحياً بحي وربما بيتاً ببيت، بين عيد أطلق فيه أطفال المناطق المحررة والخارجة عن سلطة الميليشيا ضحكاتهم فيه وتلمسوا ما تيسر من البهجة، واحتشد الناس لصلاة العيد في تعز ومأرب وعدن وكل المحافظات المحررة، وبين قهر يلوك قلوب ملايين الأطفال وذويهم القابعين تحت سلطة قهر الميليشيا الحوثية التي ارتأت تأجيله نكاية سياسية لا أكثر. عيد اليمنيين ممن هم خارج البلاد أيضاً كان مشروخاً، فأن للفرحة أن تكتمل وهم يعلمون أن ثمة أهلاً لهم في الداخل يتهامسون مع أطفالهم عن عيد محرم عليهم. ملأ اليمنيون مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التندر والسخرية من واقع هذا الحال المتناقض الذي فرضته الميليشيا على الناس، تلك السخرية المريرة التي يلجأ إليها أي مجتمع كسلاح أخير بعد أن يكون قد فقد القدرة على استخدام كافة أدوات الرد والرفض الطبيعية. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الناشطة الحقوقية نهى البوهي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذة نهى. مساء النور أستاذ يا آسيا، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله وصحة وعافية يا رب. وانت بخير وجميع أهلنا وأحبائنا في اليمن الحبيب بألف خير بإذنه تعالى. عزيزتي، في البداية نود أن تضعينا في أجواء العيد في العاصمة المؤقتة، كيف قضى أبناء عدن عيدهم في يومهم الأول؟ يعني تعرفي انت الوضع الان في عدن وفي اليمن، يعني بشكل عام وضع متدمر، وضع متدهور، يعني بدون رواتب، بدون وضع، يعني بدون اي دخل لكل الاسر او لكل الشعب. يعني هناك ظلم من الرواتب، ظلم من الدخل الاسري والدخل المعيشي، يعني هناك حاله صعبه، الشعب يعيش بحاله صعبه، في حاله حرجه، يعني صعوبه. يعني العيد
هو عيد الفرحة، ولكن في 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 عدن وفي اليمن بشكل عام عيد النكسة أسميه، ولم أسميه عيد الفرحة. يعني بالنسبة لنا كدولة منكوسة، دولة يعني مهدمة من كل ما يعني أماكنها الجميلة مهدمة. يعني الشعب أصبح ما فيش له دخل، يعني دخل حتى أن الأسرة مثلاً الأسرة أنها تعطي فرحة وبتخرج يعني وتأخذ مستلزمات العيد وهكذا، لكن للأسف ما في لا يوجد هذا الشيء. يعني اسمحي لي نهى، يعني نحن للاستثمار المالي. نعم نهى، يعني عادة ما تتحدث الحكومة عن انتظام الرواتب في المناطق المحررة، هل يعاني أيضا أبناء المناطق المحررة من عدم استلام رواتبهم؟ يعني مش منتظمين بكل هذه المرافق، لا يعني في بعض مرافق منتظمه وفي بعض مرافق مش منتظمه، وحتى ان اجت منتظمه فيها صعوبه في التمكين، فيها صعوبه في النقصان، فيها صعوبه في ان يسلم المواطن حقه بصوره يعني محترمه بصوره طبيعيه. لكن لا هناك في اساءات للطوابير والزحمات، كما تعلمين انت لا يوجد هناك ترتيب وضع، لا يعني ما فيش ترتيب للماليه، ما فيش ترتيب للزخم الذي متوقف في البريد او في المرافق. يعني انا امامش الان، انا لي اربع يعني لي اربع ايام او خمس ايام او اسبوع هكذا احاول اني اوصل على الراتب ما قدرت اوصل له. نعم اذا يعني هذه واحده، ما بالش الان اللي عندهم دخل واللي ما عندهمش دخل، يعني هناك صعوبه كبيره يعني في الدخل. معروف نهى ان رمضان ياتي ايضا باستنزاف كثير من دخل الاسره لمتطلبات رمضان الخاصة، أيضا هناك طلبات العيد وكسوة العيد، وللأسف الشديد يعني نسمع أن عدن مرتفعة في أسعارها بشكل ربما مبالغ به، كيف استطاع الناس التصرف؟ يعني بعض الناس لديهم رواتب وبعضهم لا، بعضهم قليلة وبعضهم لا يوجد لديه بالمرة، فكيف مر عليهم العيد؟ فعلا هذه توجد صعوبه كبيره جدا لذوي المحدود، يعني لذوي الدخل المحدود. هناك في اسر عندهم دخل، وفي هناك اسر لم تقل عندهم دخل، ويؤسف يعني يؤسف قلوبنا ان نرى اسر ضعيفه فقيره جدا. يعني انا اكثر من اسره يعني رايتها، واكثر من اسره تتالم، وعندما اجي اعلنهم بالفرحه رمضان يقولوا هذا مش رمضان، احنا عندنا رمضان الاهل واصحابي، ليش يعني اسالهم اوجه لهم السؤال ليش هكذا، فين رمضان يقولوا، فين الرواتب، فين الاشغال، يعني نحن كنا وكنا 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 واصبحنا لا شيء. يعني هناك في من يتاسف على الوضع السابق، وفي ناس من يتاسف على الوضع اللي احنا موجودين عليه. يعني الوضع الان اللي نحن عايشين عليه وضع كله وضع نفاق، وضع استهتار، وضع استبداد، وضع يعني تقدري تقولي ان هناك منافقات في كل الفئات، يعني كل فئه تدعم فئه، يعني ما فيش جهه رسميه تدعم كل الاسر الفقيره او الاسر الذي لهم دخل محدود. نعم لو تحدثنا عن الاطفال في العيد استاذه نهى، يعني ربما هم الوحيدون الذين نجد الفرحه في وجوههم في مصلى العيد بملابسهم الجميله الملونه ضحكاتهم، اتمنى يعني ان هذه الفرحه على الاقل في وجوه الاطفال الذين لا يعون شيئا من إشكاليات البلد أنها ما زالت موجودة، كيف هو الوضع؟ أكيد أكيد أكيد، يعني تقدري تقولي 90% من ما يرجع الابتسامة لنا نحن كأسرة، يعني كأم وكأب وكأهل الأسرة، يعني عندهم أطفال 90% ما يعطوا الابتسامة هم الأطفال، لأن نحن كل هدفنا وكل سعينا في توحيد الدولة لأطفالنا لأجيالنا. يعني نحن خلاص يعني تعودنا على الوضع وتربينا على الوضع، لكن في أجيال قادمة اللي هي الأطفال نحن نسعى على أن تكون نرسم لهم الابتسامة الجميلة، نرسم لهم الابتسامة الذي بعيدة عن الحرب، بعيدة عن المناكفات، بعيدة عن السياسة، بعيدة عن كل شيء. هم الأطفال، أنا عن نفسي شخصيا أسعى بعد أن يكون في وضع هنا استحسان وضع اليمن والجنوب بشكل يعني وعدن، نحن نكون يعني نعمل شيء يحتضن هؤلاء الأطفال من الضياع، من الفساد، من ذلك، لأنه نحن لا نريد الضياع بالأطفال، لأن هؤلاء مستقبل، والمستقبل هذا يعني سيعطي الدولة انطباع جديدة يعني في المستقبل القادم.
لهذا نحن نقول ان الاطفال هم فرحتهم فرحه العيد رغم الظروف رغم الصعوبات، الا ان احنا نكفي او غيري يمكن يعني يكفي او غيري يكفي وغيري ما يكفي، لكن نرجع في الاخير هي ابتسامه على شفايف طفل، يعني عندما يذهب الى الحديقه عندما يذهب رغم انه يعني لن توجد هناك لدينا اي حدائق بكثره، يعني حدائقنا محدوده، لم يوجد لهم أماكن مخصوصة للأطفال التي تتم فرحتهم، ولكن مع هذا الشارع يتسول في الأطفال ويعتبر عندهم أنها فرحة عظيمة لهم بهذا الشيء لأنهم أطفال لم يعرفوا أي حاجة عن السياسة. هل هناك حدائق ومتنفسات؟ هي من ترسم البسمة. نعم، هل هناك حدائق ومتنفسات؟ نعم. ربما يعني أكبر نعمة لدى عدن ربنا يحفظها وجود سواحل عدن المميزة. كيف كان خروج الناس لهذه السواحل؟ هل يعني هناك نسبة قليلة من الأمان استطاع الناس أن يخرجوا وأن يسعدوا بالعيد وأن يستمتعوا ببحر الصيف؟ عزيزتي آسيا، نحن نحظى في 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 في, في أماكن جميلة جدا، يعني في 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 اليمن في عدن يعني بحور، وعندنا يعني كثيرة أماكن جميلة جدا جدا جدا، إذا كان هناك في حاضن يتبنى هذا الموضوع يعني وإعادة ترتيبه وإعادة الجمال له، هناك سيكون لنا أماكن جميلة يعني غير خيالية، يعني يمكن ما حد تروحش، لا يعني ما حد عاد يقدر يصيف برا اليمن. يعني تكفي عدن هي المصيف لنا وتكفي عدن النزهة لنا، لأن عدن جميلة ولكن عدن جوهرة لكن أصبحت بيد فحام، وهذا الفحام لم يجيد ترتيب وضع عدن أو إضاءتها أو إنارتها أو إرجاعها إلى ما كانت جميلة يعني لجمالها. ولهذا نتمنى من الدولة أن يسعوا والمنظمات الدولية وكل المنظمات التي تسعى على تحسين المدن أن يسعوا على تحسين عدن في مناظرها، يعني عندنا الصهاريج، عندنا صيرة، عندنا الساحل الأبين، عندنا كود النمر، عندنا أماكن جميلة، عندنا عمران، يعني أماكن تحظى للسياحة وتحظى للتنزه فيها، ولكن للأسف ومع هذا نحن ماشيين فيها والحمد لله نمشي. نعم، يعني هذه الأماكن التي تحدثت عنها نهى أن تتحسن الأوضاع أكثر. نعم، هل ذهب الناس إليها اليوم؟ نعم. ما هي أبرز الاحتياجات لمثل هذه الأماكن؟ يعني سياحة ربانية، يعني لا تحتاج تدخل الإنسان، ولكن بطبيعة الحال تحتاج متابعة هذا الإنسان والاهتمام بالنظافة وكما قلت الإنارة. تحتاج لتزريع. نعم. أيوة نعم نعم تحتاج تحتاج للزراعة، تحتاج للنظافة، تحتاج لأماكن يعني للجلوس، يعني حتى هي جميلة ولكن يجب أن نزيد جمالها بحيث أن الكل يتجذب لها. نعم. هل كان هناك تواجد للناس في هذه الأماكن؟ تتعنى في أستاذة آسيا اسمحي لي. تفضل. أستاذة آسيا اسمحي لي أعطي نقطة، هناك من يسعى لتدمير عدن، هناك من يسعى لتشويه مناطق عدن، هناك من يسعى لجعل عدن في شتات، يعني إذا استطعت أن تتوضح اللي حاصل في عدن تتحدثي بوضوح لا أكثر ولا أكثر ولا أقل من هذا الشيء. نعم نعم، أتمنى أن تتحدثي بوضوح أكثر. من الذي يسعى لتخريب عدن؟ هل من أبنائها من الداخل أم من الخارج؟ يعني عدن لا الجميلة، لا لا يعني لا لا لما لا لا لما لا لا أو نعم. نحن لا نقول، نحن شوفي الموضوع مش موضوع أبناء الدولة نفسها، لا هناك من يدعم بعض الأشخاص في التخريب، لا نخفي هذا، هناك في من يمشي عبر أجندات خارجية تدعم هؤلاء للبث العبث في عدن، ونحن نحارب هذه الظاهرة، ونتمنى من الدولة أن تتركز في قيامها كدولة وأن تكون لها شرعية وصلاحية التصرف في عدن، أن يعطي الشرعية حق للدولة، حق التصرف بالدولة، يعني كدولة كجهة كعبد الرب رئيس، نحن يعني عبد الرب رئيس دولة ولكن لم يوجد في دولته، هو في السعودية، لماذا لم يأتي إلى عدن ويستقر في مقره ويقوم بأعماله؟ يعني وزير الداخلية لم يقدر على اتخاذ الإجراءات الرسمية كوزير داخلية، يعني نائب الأمن نفس الكلام، يعني الموضوع فيه. نعم، يجب أن تكون الدولة مسيطرة حتى يستطيع الناس محاسبتها إذا قصرت. أما الآن تشعري أن نعم يعني نعم لا نعم لا توجد جهة تتحمل هذه المسؤولية. نعم نعم، لن توجد دولة بحيث أن نحن كمواطنين نحاسب، نحن في صراع في تشتت ما بين كل الجهات، جهة
لا لن نقدر نحاسب اي جهه موجوده، يعني هناك الصراعات في عدن كثيره، ولن تقدري تمسكي اي طرف بحيث انك تقدري تتحاسبي معه او تنتفضي عليه. انا عن نفسي كنت من مناضلين التحرير والاستقلال يعني لدوله الجنوب، ولكن عندما رايت الوضع في عدن يتدمر ويزداد تدمير ويزداد سوء والحساب يدور بدفع الفاتوره على المواطنين، فرفعت يدي وطلبت ان اكون يعني ناشطه حقوقيه لهذا الشعب الذي هناك يتكبد الجوع، يتكبد الفقر، يتكبد العناء، هو من يدفع الخسارة وهو من يدفع تسديد الفاتورة للعبة القدر الذي يدور فيها اللعب الدول الخارجية. نعم، إذا نهى يعني لو تحدثنا عن العيد لابد أن نمر عن للحديث عن أمهات المختطفين والمختطفين الذين تمر عليهم الأيام دون أن يعرفوا ما الذي يحدث. كيف قضت أمهات المختطفين والمخفين قسرا العيد؟ نعم، إذا نهى سأعود إليك، يبدو أنك لا تسمعيني جيدا، سأعود إليك بعد أن ينضم إلينا الصحفي محمد محروس من تعز. مساء الخير محمد، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير أستاذة آسيا، وكل طاقم المساء اليمني وكل طاقم قناة بلقيس، وأنت بألف خير في اليمن وخارج اليمن. نعم، وأنت بألف خير محمد، ونود من خلالك أن تحكي لنا كيف قضيتم العيد في محافظة تعز في الجهة التي احتفت بالعيد. تعز تتميز بالبهجة والسرور وإظهار مظاهر الفرحة على طريقتها الخاصة في كل عيد، وهي دائما ما تقدم اليمن وتجعل له من فرحتها نصيب، وهي أيضا دائما ما تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في أعيادها وفي أتراحها وتقدم نموذج راقي جدا. اليوم طبعا احتشد الآلاف في ساحة الحرية التي أصبحت قبلة عيدية لهؤلاء، حيث يؤدون صلاة العيد ويتبادلون التهاني ومنها يوزعون الفرحة على كافة تعز. حقيقة الكل هنا سعداء رغم التنغيصات التي يحاول الحوثيون من وقت إلى آخر يعني افتعالها في هذه المدينة، وكذلك بشكل عام تعز تعبر عن الفرحة اليمنية في أوج حزنها دائما. نعم، إذا نعرف أن تعز يعني يرزح جزء منها تحت سيطرة الحوثيين، كيف تعامل الناس مع هذا التناقض؟ يعني جهة صامت اليوم وجهة قضت العيد في تناقض لأول مرة يحدث في اليمن بشكل عام. نعم، ليس بجديد أستاذة آسيا، ليس بجديد على الحوثيين افتعال ما يعزز الانقسام في البلاد وما أيضا يفاقم حالة الشرخ الاجتماعي التي افتعلوها والتي ارتكبوها بحق الكيان اليمني بشكل عام. هذه الخطوة الحوثية المأسوفة هي خطوة سياسية وفي السياق أيضا مذهبية ولا تمت للواقع بصلة. شاهدنا جميعا اليوم هلال شوال وهو يعني يطلق بكلتا يديه مهنئا المسلمين بعيدهم، وهو أيضا في ذلك الوقت يصفع الحوثيين وكل من وقف إلى جانبه في قراره الذي استهدف الكيان اليمني. بشكل عام هناك حالة استياء شديدة، يعني على بعد كيلومتر واحد هناك صائم وهناك مفطر، هناك من يعيد وهناك من يتم رمضان قسرا. وحقيقة الكثير
الكثير لم يصم ولم يتوافقوا مع هذه الخطوة الحوثية المشينة، منهم من صلى في منزله وأقام شعائر العيد في منزله وتغدى واحتفل بالعيد على طريقته الخاصة. هناك في الأرياف في مناطق بشرعب السلام من خرج الناس واحتفلوا وأقاموا صلاة العيد وعيدوا بطريقتهم الخاصة وصفعوا الحوثيين. في يعني لدي أخبار من مناطق في الحوبان وجمنة خبير ومناطق كثيرة، هناك من أقام صلاة العيد في منزله وعيد بما أمكنه أن يعيد. يعني هذه الخطوة الحوثية هي خطوة فقط تعزز الانقسام الحاصل وتستهدف الكيان اليمني والمجتمع اليمني بشكل عام. الناس يرفضونها وسيتصدون لها، ومثل هذه الخطوات هي تعجل بزوالهم ولا تضيف إلى رصيدهم شيئا ولا تعزز وجودهم إطلاقا، وهم يدركون ذلك جيدا لأنهم يلبون إملاءات معينة يعني يتوهمون بأنها تضيف لهم أشياء وهي في الحقيقة تنقص من قدرهم أو من قدرهم، وأيضا تصفعهم كما صفعهم هلال شوال اليوم. عموما تعز رغم الانقسام المفتعل إلا أنها واحدة بكيانها وتظل كما قلت لك كالعادة مكابرة على جراحها وآلامها، مبتسمة محتفلة بالعيد. نعم محمد إذا سمحت لي فقط تقدمه لليمن. نعم أنا أعرج على جريمة اليوم التي حدثت في تعز، قصف حوثي أدى إلى سقوط 2 من الشهداء وعدة جرحى. يعني حتى في العيد لم يسلم أبناء تعز ولم يشعروا بالأمان بسبب هذه الميليشيا التي إذا حصل لها قصف من قبل التحالف تصيح حتى في رمضان حتى في العيد، وهي تقوم بذات الفعل وربما أسوأ على أبناء تعز. هو طبعا من العجيب جدا انه جماعه دينيه يعني لا تتمسك بحرمه الفعاليات او المناسبات الدينيه اطلاقا. يعني الحوثيون اليوم في المصراخ استهدفوا عزله الكريضين على ما اعتقد، وهذه المنطقه استشهد فيها 2 وجرح 6 على الاقل، وهذه عيديتهم لتعز، ويعني ليس بجديد عليهم. هم يحيطون المدينة بآلاف الألغام من 3 جهات، ومن حين إلى آخر يرسلون إليها قذائف الموت ويمنعون الناس في أي لحظة من الدخول، يعني يحاصرونها من أبسط مقومات الحياة أمام مرأة ومسمع من العالم، وأيضا من قوات التحالف العربي التي لم تستطع أن تقدم شيئا يذكر. هؤلاء جميعا يكافئون تعز على مواقفها التاريخية التي تقف دائما إلى جانب الإنسان اليمني والكيان اليمني. الخطوات الحكومة الشرعية أيضا التي لا تقدر تعز ولم تقدم لها شيئا يذكر، بل إنه يعني أمام لأسباب مختلقة منعت الفعاليات الترويحية والترفيهية في تعز، وأيضا منع عرض فيلم يعني كان الناس ينتظرونه أو الكثير من الشباب هنا والمتابعين ينتظرون هذا الفيلم لعرضه منذ سنة على الأقل، منع أيضا لأسباب أنا حقيقة أراها أسباب مختلقة. فالكل على ما يبدو أن تبقى تعز بهذه الصورة المشينة، وهي تحاول أن تكابر وتترفع عن ما يفعلونه بها لتبدو مبتسمة فرحة مبتهجة. نعم إذن الصحفي محمد محروس شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك نهى. نهى كنت سألتك حول أمهات المختطفين، كيف قضينا عيدهن اليوم بعيدا عن أبنائهن، وكذلك كيف حال هؤلاء المختطفين والمخفين قسرا في السجون المغيبة لهم؟ يعني موضوع المعتقلين والمخفيين، يعني تتوقعي ايش تتوقعين من الام يعني تفتقد ولدها، ويعني
وابنها في السجن وفي أحد منهم ابنهم مخفي لم تجد له وجود أو شيء، كيف سيكون لها عيد؟ يعني كما قلت في السابق أن الأم تعتبر عيدها هي ابن وجود ابنها، يعني اللحظة عندما تشوف الأم ابنها موجود يعني هذه اللحظة بحد ذاتها فرحة. يعني تتوقعي ما سيكون وضع الأم وابنها في سجون أو مخفي؟ أكيد وضع محزن، ونحن صراحة نؤازر هذا الموقف ونقف معاهم ونقول ربنا أن يفتح لهم أسرهم وربنا أن ينصرهم وأن يرجع كيد الظالمين في الظالمين. نعم، وأن يفرج على أبنائهم. هل قمنا بأي فعالية؟ هل قمنا بوقفة بأي فعالية؟ نعم قاموا. نعم قاموا بوقفات كثيرة، حتى أنهم كما رأيتي بالصورة قبل شوية كانت حتى يعني أذن الأذان المغرب حتى لم استطاعت تأكل حبة التمر في فمها، يعني من وقفتها على ابنها، يعني حتى ما فيش رحمة إنسانية من في شهر كريم، يعني في شهر مبارك نزلت فيه الرحمة ونزلت فيه العطف يعني والتراحم بين المجتمع بين الأسر بين كل هذا، إلا أن لم يجدوا حتى يعني لفتة إنسانية من الأماكن الذي يقفوا فيها بمطالبة حقوق أبنائهم. يعني ماذا تتوقعي؟ نعم يعني تخيلي الوضع، نحن الآن نحن عديمين، يعني حتى نحن كشعب. أنا ألاحظ الآن قبل قليل أتكلم أخي زميلي يا محمد عن الصيام، يعني حد صايم وحد معيد، يعني هذه نفسها في حد ذاتها تشتت ديني، يعني صح. أصبحنا ليس يعني أصبح الوضع مش حرب أطماع فقط في الدولة، لا أصبح حتى حرب ديني، يعني تتوقعي من يعني في صنعاء يصوم أطراف وفي عدن يصوم أطراف، يعني يعيدوا أطراف، يعني الأماكن المحررة تحت الحوثي يصوموا تحت أمر الحوثي، وفي مناطق محررة تبع الشرعية تصوم مع الشرعية، يعني أصبحت التشتت الديني في الأمة الإسلامية، يعني ماذا تتوقعي إذا كان الانقسام في الدين؟ ماذا تتوقعي يعني من الآخرين؟ ماذا سيتوقع؟ يعني نحن كنا دولة يعني نصوم في يوم محدد نفطر في يوم محدد، الآن أصبح جهات كثيرة وفروع كثيرة كلا على 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 طيف راسي يعني. نعم. وهذا خزى وعار، يعني نحن كأمة عربية مسلمة نتقاسم الدين، من يصوم من يرى الهلال من لا يصوم، يعني أصبحنا لم نتبع الدين بل نتبع الأمر الأوامر هذا الأمر قوية يعني بالتنفيذ، يعني حتى يعني أنت أسميتي حرب ديني، يعني لم تعد المسألة حرب تضارب على رئاسة دولة أو على سلطة، وإنما أصبحت حرب مجتمعية دينية. برأيك كيف يؤثر هذا الأمر على حياة الناس، على علاقاتهم الاجتماعية، على وحدة الصف أيضا؟ هذا مؤشر خطير، إذا ننظر للنظرة من ناحية النظرة العامة للأمة الإسلامية، يعني مؤشر خطير، يعني إذا كان قد الدين ينقسم، الرحمة تنقسم، الشرع الذي نزلت من السماء، يعني إيش تقول يعني رسل منزلة، يعني عليها أنبياء، عليها مرسلين، عليها يعني ناس علماء، ناس كثير، والا ان قد ان في تقسيم حتى في الدين، يعني قد يكون بكره بعد يعني لن نستبعد هذا الامر ان يكون حتى التقاسم في من يكون المؤرخ في الدين ومن يكون الكاتب في القران. نعم اذا لو هذا شيء خطير، يعني لازم الامر يتوحد، لازم الامر. نحن واجهة مسلمين، نحن واجهة امه مسلمة، يعني امه اسلاميه، يعني واجهة للغرب، يعني الغرب ماذا يقول علينا؟ نحن الأمة الإسلامية، نحن نقتل بعض، نحن نسرف بعض، نحن نعتقل بعض، نحن نهدم بعض، نحن نتقاسم حتى في كتب الله وقرآنه وسنته ورسوله، يعني وسنة رسول الله. ماذا تتوقع؟ خلاص نتوقع الخطر بالدين نفسه. إذا شكرا جزيلا لك نهى البوهي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن، وكل عام وأنت بألف خير مرة أخرى، وتنضم معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية ولكن هذه المرة من مأرب الناشطة المجتمعية رضية النجار. مساء الخير أستاذة رضية، وكل عام وأنت بألف خير. مساء الخير وكل عام وأنت بخير أختي آسيا. أهلا بك رضية. كل عام وكل أم شهيد بخير. نعم إذن وأنت بألف خير، وبداية أود منك أن تحدثينا عن أجواء العيد في مأرب، كيف تم قضاؤها اليوم؟
من هذه الشاشة ومن محافظة مأرب، محافظة أرض الحضارة أرض سبأ، أهني كل اليمنيين بهذا العيد وأقول لهم كل عيد وأنتم بخير، عيد مبارك. أهني كل أم شهيد، لا ننسى الشهداء، أمهات الشهداء، أمهات المختطفين، أمهات الجرحى، زوجاتهم، أخواتهم، كلهم جميعا من هذا المنبر ومن هذا المكان أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأعانكم الله وصبركم على مصابكم بإذن الله عز وجل. اليمن تعيش أجواء ما بين الحزن وما بين السعادة، ما بين السعادة بهذا العيد المبارك وما بين الحزن، لأن اليمن ما زالت جريحة، ما زالت أليمة، ما زالت الحرب في بلادي لم تنتهي، ما زال الانقلاب موجود في هذا اليمن الجريح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ اليمن من هذه الفئة الانقلابية وهذه الميليشيات التي دمرت اليمن أصلا ودمرت الأخضر واليابس حتى سرقت فرحتنا نحن اليمنيين بهذا العيد. نعم، إذن لو تحدثنا عن أوضاع اليمنيين في مأرب، الناس كيف هي أوضاعهم المعيشية؟ يعني هناك ربما انتعاش اقتصادي لمدينة مأرب، هل انعكس على أوضاع الناس أم أن اليمنيون يعيشون وضعا اقتصاديا سيئا، خاصة مع وجود عدد كبير من النازحين في المحافظة؟ مأرب الآن تعيش نهضة اقتصادية كبيرة، وذلك بسبب انتقال الناس من جميع المحافظات، من أكثر من 17 محافظة تم نزوحهم ولجوءهم إلى محافظة مأرب، لأن فيها الأمن، فيها الأمان، فيها الكهرباء متوفر، الغاز متوفر. فأكثر المشاريع التي كانت في محافظة صنعاء في الأمانة العاصمة تم نقلها إلى محافظة مأرب. الناس يبحثون عن الاستقرار، عن الأمان، فمأرب تشهد فعلا نهضة حضارية كبيرة جدا. الناس يعيشون أجواء سعيدة بهذا العيد المبارك. لا يمنع أن يكون هناك معاناة، يعني لا نقول أننا نعيش في حالة رخاء، في ناس وفي أهالي وفي أسر وفي مخيمات كثيرة في مأرب، أكثر من 10 مخيمات تعيشها مأرب، نازحين من جميع المحافظات يعيشون مأساة كبيرة جدا. لم يشعروا بفرحة هذا العيد، لم يشعروا بأمان هذا العيد، لأنه سرقت بيوتهم وفجرت بيوتهم، معيشتهم أصبحت بلا رواتب، بلا دخل شهري. فالناس تعيش أجواء متفاوتة، رغم الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها مأرب، أيضا نعيش مأساة المخيمات التي تعيش في مأرب، في أسر تعيش في كنتيرة، من كان يتوقع منا أن نعيش في كنتيرة؟ ومن كان يتوقع أن أسرة يمنية تعيش في مخيمات؟ كنا نشاهد من سابق دول أخرى ونستغرب، ونحن الآن في اليمن نشاهدها بأم عيننا، نرى الناس يعيشون في المخيمات، نرى الناس يعيشون في الكنتيرات في هذا الحر الشديد. فالناس تعيش سعادة في نفس الوقت وحزن في الوقت الآخر. في أسر لا بأس يعني تشتغل على نفسها ولها دخل، وفي ناس ليس لها دخل. فاليمنيين فرحتهم مسروقة، فرحتهم ناقصة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الميليشيات التي عبثت بهذا الوطن وبهذا البلد الحبيب الجريح. نعم، إذن كما تعرفي عزيزتي أن الحوثيين منعوا مظاهر العيد، وهم يعلنون أن اليوم 30 من رمضان في صنعاء وفي بعض المناطق التي ما زال يسيطرون عليها. على يعني برأيك ما أثر هذا الانقسام على المجتمع؟ يعني ربما اعتدنا أن تصوم اليمن مع بعض الدول ويعني بعضها يعيد أو العكس، ولكن أن يحدث هذا الأمر في اليمن نفسه في محافظات مختلفة، أن تنقسم حتى على مستوى المحافظات يعني فرحة العيد بهذا الشكل، برأيك ما مدى تأثيره؟ أختي الحبيبة، والله أمس عندما سمعنا أنه عيد كنا سعداء جدا، وتفاجأنا بعد لحظات أن نتصل بإخواننا وأهلنا وأصحابنا في المحافظة الأخرى صنعاء والبيضاء و ذمار وعمران التي تحت سيطرة الانقلابيين، فنتفاجأ أنه لا يوجد لديهم عيد. فكان بقدر فرحتنا بهذا العيد بقدر ألمنا، لم يحصل من سابق هذا الانقسام في هذا في اليمن، أن تنقسم محافظة ومحافظة، أن في محافظة رأت الهلال ومحافظة لم ترى الهلال، محافظة يكون عيدها الثلاثاء ومحافظة يكون عيدها الأربعاء.
لم يحصل هذا من قبل أبدا، فبقدر سعادتنا بالعيد بقدر حزننا وألمنا أن اليمن أصبحت إلى هذه الدرجة يعني تعيش عيدين ولها حكومتين ولها مسؤولين، يعني ألم، ألم ما بعده ألم. ولكن لا يحق لهذه الانقلابية، الانقلابيين، الميليشيات الحوثية أصلا أن يحددوا موعد العيد، لأنه إن رآه أهل بلد صام يعني أفطر أهل البلد الآخر. كان يفترض أن نعيش كلنا أجواء عيدية، عيد واحد لكل اليمنيين، ولكن هذا الانقسام سبب لنا ألم في أنفسنا، على إخواننا، على أهلنا، على كل المحافظات، كل شخص في المحافظات التي تحت سيطرتهم وفي محافظتها، كلهم أهلنا وكلنا شيء واحد. ولكنه كان ألم شديد أن يحصل انقسام. محافظة البيضاء يصوم جزء منها وجزء آخر يفطر، محافظة صنعاء في ناس أفطر منها، ولكنه خاف أن يظهر المظاهر العيدية، لأنه من خرج في شوارع صنعاء ويلبس ملابس العيد يتم اعتقاله بشكل سريع، ويتم عليه عقوبة 20 يوم بالسجن للتأديب. والله نعم، هل تواصلت مع أحد حدث له هذا الأمر ولا في أي دين؟ اليوم نتواصل مع أصدقائنا في محافظة صنعاء، يتم اعتقال كل من شارك أو لبس ملابس العيد، ويتم اعتقاله ويتم الحكم عليه بالحبس لمدة 20 يوما تأديبا له لماذا يحتفل. فصراحة نحن نرى في هذا الزمن زمن العجائب، زمن نعم يعني خلط زمن السياسة بالدين بهذا الشكل. أخت رضية، يعني أمر أزعج الكثيرين أن يتم التلاعب حتى على مستوى شعائر الله بهذا الشكل لأجل مماحكات سياسية، يعني ربما هي لأول مرة منذ الحرب تحدث. يعني دائما اليمن بشكل عام تصوم أو تفطر حسب الرؤية، ولكن كبلد واحد. لكن ما صنعه الحوثيون يعني جعل الانقسام في هذا البلد. لا يجوز لهؤلاء الناس أن يخلطوا الدين بالسياسة، لا يجوز لهؤلاء الناس أن يجعلوا الناس في ريبة من أمرهم. يعني كثير من الناس في صنعاء وفي المحافظات الأخرى يفكر يعني أنا بكرة أفطر ولا أصوم، يعني لوقت السحور والناس ما زالوا في موضوع حيرة، مش عارفين يصوموا ولا يفطروا، يعيدوا ولا ما يعيدوش. يعني فعلا طرحوهم في موقف مؤلم جدا جدا جدا. لا يحق لهؤلاء الفئة أن يتدخلوا في الدين، هذا فيه تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى. نحن ديننا واحد وكتابنا واحد، واليمنيين دائما على قلب رجل واحد. ما قد حصل هذا الشيء ولا هذا الألم إلا في هذه السنة. فنتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي الأعياد القادمة وقد حلت هذه المشكلة، وقد راح الانقلابيون من بلادنا، وقد توحدت اليمن وأصبحت يدا واحدة وعيدا واحد نحتفل به جميعا مع أهلنا وأحبائنا وأقربائنا وإخواننا وأخواتنا. نسأل نعم. الله السلامة. ما ندري ما نقول في هذه الفئة. نعم، إذا اسمحي لي أستاذ رضية أن تنضم معنا الأستاذة أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذة أمة السلام، وكل عام وأنت بألف خير، عيدك مبارك. عيدك مبارك وعيد جميع المستمعين والضيوف التي معك، والجميع بخير إن شاء الله تعالى، ويمننا في خير وعافية. نعم أستاذة أمة السلام، لو أردنا أن نتحدث عن عيد أمهات المختطفين، كيف قضينه في مثل هذا اليوم؟ طبعا في مناطق متعددة، احنا عندنا في اليمن مناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثي، ما زالت الأمهات تعد إلى يوم غد إذا أرادوا أن يفكوا لهم أو يسمحوا لهم بالزيارة، فهي قد منعوهم من إدخال الجعالة والملابس الجديدة لأبنائهم، ومن قبل فهل يوم العيد بيكون نفس القصة في المنع. أما أمهات المخفيين فدموعهم على خدودهن وينتظرين حتى يسمعين حتى خبر واحد أن أبنائهم ما زالوا على قيد الحياة. اليوم النساء في عدن أيضا يذهبن إلى المختطف والسجن ويتابعن بعد أبنائهن، ويرجو أن
يفك عنهم هذا العناء المستمر الذي استمر الآن طويلا، وأمهات المختطفين والمخفيين قسرا على أبواب السجون دون رحمة أو نظر من الآخرين. مأساة تتكرر كل عيد. اليوم هذا العيد يعتبر بعض المختطفين العيد الثامن بالنسبة لهم، فمأساة تتكرر والأطفال يكبرون بعيدا عن آبائهم. كثير من الأطفال لا عندما بدأ الناس يعطوهم ملابس رفضوا أن يأخذوا الملابس لأنه قالوا ما نشتيش أي حاجة، نشتي يرجع لنا أبونا وفقيدنا. فهذه هي المأساة التي يتفرج عليها العالم، ونحن نرفع هذه المآسي ونتكلم بحيث أنه يساعدون الآخرين، يساعدون الأمم المتحدة والشرعية والخيرين والناشطين والجميع في الضغط على جماعة الحوثي أن تفرج عن المختطفين وإظهار المخفيين قسرا، لأنه هذه الانتهاكات التي العالم يشهدها والناس جميعا يشهدوها ويوثقها الجميع لم تنتهي بالتقادم. هذه انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان. الآن هذا 3000 مختطف تحت سيطرة جماعة الحوثي، والشيء الثاني أنه في خلال رمضان يقتل أو نسمع بقتل 3 من المختطفين، في 2 من الحديدة وواحد من حجة. فتخيلي أمهات المختطفين على مأساة تعاني كل يوم يدها على قلبها تنتظر هل تسمع خبر أن ابنها نفس القصة فقد من شدة التعذيب، أم أنه عاد وما زال على قيد الحياة، أم ستراه قريبا أو لا. نعم، إذن كيف هو الوضع في عدن؟ هل استطعنا الأمهات الالتقاء بأبنائهن؟ هل سمح لهن بإدخال يعني حلويات العيد والكعك، أم أيضا الوضع مشابه لما هو في صنعاء؟ بالنسبة لهذه المرحلة تم إدخال الأطعمة والأشياء العيد بالنسبة للذين هم معتقلين في سجن بير أحمد، أما الذين هم مخفيين ومستمرين بالإخفاء فإلى الآن الأمهات ينتظرن حتى خبر من يشفي غليلهن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يا منت السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين. نسأل الله لكن الصبر وأن تحقق يعني ما تسعين إليه من عودة أبنائكن المختطفين ومعرفة حال المخفين قسرا منهم. عودة إليك أستاذة رضية، يعني تعقيبا على موضوع أمهات المختطفين وما يعانينه من أيام لا يرين فيها أبنائهن، والبعض لا تعرف أين هو وتريد فقط أن تطمئن هل هو بخير أم قد فارق الحياة، تعليقك على هذا الوضع؟ أختي العزيزة، نحن اليمنيين ما زلنا إلى الآن وأمهات المختطفين وزوجاتهم في ألم شديد. في ناس مختطفين من 3 سنوات ومن 4 سنوات يعانون تحت التعذيب، إخفاء قسري، لا تعرف أمه أين هو، لا تعرف زوجته أين هو. أنا أعرف ناس والله والدته في حزن شديد وأصيبت أظن بأكثر من مرض بسبب الألم على ابنها، أنه يأتي العيد الأول والعيد الثاني والعيد الثالث ولم تشاهد ابنها ولم تعيد معه، أبناءه لم يروه، ففي مأساة كبيرة جدا. نسأل الله لهذه الأمهات العون وأنه الله يصبرهن على هذا الألم الكبير، أن يأتي هذه الأعياد المتتالية وابنها غير موجود جنبها أو الزوجة زوجتها المختطف قسريا. فاليمنيات يعانين آلام كثيرة، أعرف أمهات قلت لش يعني بشكل كبير، حزينة مريضة، ممكن أن تكون الأم طريحة الفراش تدعو ليلا ونهارا في هذا الشهر الكريم أن يفرج الله عن ابنها ولكن لا تعرفه. فإلى متى سيعيش اليمن هذا الألم؟ إلى متى سيعيش الأمهات هذه الجراحات؟ نناشد كل من كان مسؤول في هذه الدولة، كل من كان يحكمها، أن ينظر إلى معاناة هؤلاء النسوة، أن ينظر إلى جراحاتهم، إلى آلامهم، أن يجمعهم مع أهلهم وأقربائهم. نسأل الله أن يأتي عيد الأضحى وقد التم شمل كل أم بابنها وكل زوجة بزوجها وكل أب بأولاده وأبنائه. في كثير مخفيين قسرا،
في كثير يعني مسجونين على ذمة قضايا يعني لفقت لهم تلفيقا وليست قضايا حقيقية واقعية، ويعني يقبع خلف القضبان لمدة أكثر من 3 سنوات. هذه جريمة كبرى، جريمة إنسانية. أين حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة الذي دائما تنادي بحقوق الإنسان؟ فهؤلاء الذين مختطفين والمسجونين، هؤلاء إنسان أم ليسوا إنسان؟ لو كان حيوانا جرى له شيء في الدول الخارجية لهبت الدول الأخرى كلها، ولكن هذا إنسان يعذب وله أسرة وراءه وله عائلة وله أطفال يتمنون رؤية أبيهم هذا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك رضية النجار الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.